ودلوقتي هنعمل مع بعض حاجة تانية بالبيض، وهي طعمية. هنعملها حاجة سهلة كده لذيذة، مش طعمية الوحدات، ولكن هنعملها طاسة، طاسة طعمية بالبيض برضو سهلة خالص. دي تنفع ان انا افطر بيها وينفع ان انا اتغدى بيها. وهعملها من الاول خالص، يعني ايه، انا نقع شوية فول ونقع شوية حمص الاثنين، وهعمله في الخلاط. اسهل من كده فيه مفيش. دي عبارة عن ايه بقى؟ انا هنا جايب بصل اخضر، عندك بصل عادي استخدميه، ما عندكش عندك كرات خلاص زي الفل، كرات فيه بقى بيغني عن كل حاجه، بس يعني حطي فص ثوم، حطي بصلايه صغيره كده تمام، وخضره لو حبه مش حبه كرات يغني. وعندي الفول مدشوش ده منقوع، حمص منقوع، شويه كربوناتو، شويه ملح وفلفل، شويه كمون، بهاراتك بقى. بنعمل ايه؟ بناخد شويه كده في الخلاط، حتى شلت الكبه عشان اوريكم ان احنا هنعملها في الخلاط عادي جدا. شويه فول مدشوش، شويه حمص، يا لا بس انا بكمل قيمه غذائيه، يا لا بس انا بكمل قيمه غذائيه ماشي. شويه كرات، لو موجود كرات هنستخدم كرات، مش موجود كرات هستخدم خضره. انا هستخدم كرات بس، بس ما عندكيش كرات حطي شوية شبت، شوية بقدونس، شوية كزبرة، أي حاجة تمام. وهنعجنها بإيه يا ترى؟ بالبيض. أنا عايزة بصل وتوم يا ولاد برضو. أحط مثلا هنا ثلاث بيضات أو أربعة، ما هو هنا بقى هي دي القصة، إن أنا عندي البيض الأساس مش الطعمية. أربع بيضات أهم، وهنعجن ده كله كويس قوي. ماشي، حط بس شويه بصل تانيين، مع ان الكرات ممكن يغني، بس حب بصل صغيرين قوي عشان الطبيعه بتحب البصل، وفصين توم او ثلاثه كبار كده مكلبزين، ونرجع نضرب تاني. ممكن نضرب نحط بيضه كمان، ما هو الاساس هنا البيض، بس زي ما قلت لك احنا ممكن نعمل بيضايه واحده بس كميه الطعميه هتبقى اقل. بس انا عشان ده خلاط بعجن بالبيض كله. بعملها حاجة مغذية كده، حاجة بقى ايه، بيتي بيتي يعني. نتبل بقى كربوناتو سنة صغيرة كده اهي على حرف المعلقة، كربوناتو شايفينها ربع، ما يجيش ربع معلقة يعني، ما فيش ماشي، ما يجيش ربع معلقة صغيرة. والملح، الملح طبعا حسب ما انت الكمية اللي عاملاها ايه، خدي الفكرة، وانت بقى الكميات دي ترجع لك انت ماشي. كمون مش مشكلة، يلا كزبرة ناشفة، ممكن نحط شوية كزبرة ناشفة فيها طبعا، فلفل عشان البيض. حلو الكلام، خلاص خلصنا طعمية، خلصت. شفتوا قد ايه سهلة؟ يعني اي حد عايز يعمل طعمية مش مهم بتاع طعمية يبقى جنبه، انت بس بيضتين تلاتة، وانا طبعا انا هنا عامله كميه عشان كده حاطه لك خمس بيضات، انما انت لا، ببيضتين وتعملي معلقتين من الفول المدشوش ومعلقه من الحمص، هتعملي بيضه واحده. بصوا بقى، انا الطاسه اللي هعمل فيها، حط فيها شويه زيت، على فكره ممكن تعمل بسمنه، يعني عايز تعمليها بسمنه اعمليها بسمنه. حلو، هحط فيها، خليكم معايا، سمسم، وهروح حاطه فيها شويه مش كلها، ونوزعها في الطاسه كده. اه
على الوش شويه سمسم وشويه كزبره ناشفه. دي كده بعملها طاسه على النار واغطيها وهدي عليها النار. حلو الكلام. ما ينفعش اقلبها طبعا وهي كده لازم تمسك نفسها قوي، عشان كده بهدي النار خالص، بهدي النار وبسيبها تاخد راحتها. طيب هو انا ينفع اعملها اقليها في الطاسه في الزيت؟ اه ينفع، ينفع جدا ان انا اعملها طاسه واحده زي ما عملتلكوا قبل كده. طب ينفع ان انا احطها في الفرن؟ اه ينفع برده. صينيه بارك صغيره، حط رشي من تحت برده السمسم كده وصبي عليها الطعميه وبعدين حطيها على وشها. الطاسات بقى ممكن نعمل كذا طاسه على فكره، مش طاسه واحده، زي بيض الاومليت كده بالظبط، بس ايه بسيبها تاخد راحتها على الاخر اهي، وانا مهديه عليها النار جدا. بتاخد لها حوالي 10 دقايق. تمام، انا ناخد بس الطعميه انا كنت قلبتها معاك اهو، وادي ايه وشها الناحيه التانيه، دي الصغننه ودي الكبيره.